ذكرى وفاة واحد من رموز عظيمة جدا وقيادات عظيمة جدا يأتي ذكرها بكل الخير وكل التقدير وكل الاحترام. الفريق عبد المحسن كامل مرتجي عاشق النادي الأهلي الذي كان لليوم الأخير من عمره تقريبا يأتي في النادي يوميا إلى النادي الأهلي متحاملا. يعني حتى لما كان أصيب قبل وفاته رحمة الله عليه بكذا سنة في العمر ده لما يجيله كسر في الحوض العملية التحرك كانت شاقة جدا كان يوميا في النادي الأهلي. الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي عليه رحمة الله واحد من رؤساء النادي الأهلي التاريخيين، ترأس النادي من 15 ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 67 كأحد قادة القوات المسلحة الكبار بالتعيين في هذه الدورة من 15 ديسمبر 65 ل 13 يوليو 67. الولاية الثانية كانت له بالانتخاب من 8 نوفمبر 72 وحتى 12 ديسمبر عام 80. خلفه بعدها الكابتن صالح سليم بالانتخابات لما ترأس النادي بعد انتخابات 80. لا أنا يعني شرفت إن أنا عملت تحت قيادته من 76 ل 80. وأنا حكيت قبل كده قصة إن أنا وأنا سكرتير تنس الطاولة وخدت قرار في يغلب علي الحماسة وليس الإداريات السليمة. أيوة. لما قلت لعم مجاهد كسر لي الأوضة دي اللي مش مستعملة. أيوه. وقالوا لي أنت بتكسرها بدون قرار وبدون بتاع، قلت له طب ما تيجي نبلطها بعدين تحاسبوني، أنا عايز أعملها صالة تنس طاولة الفرقة. فالحقيقة قابل هذا بفهم يعني ابتسم ابتسامة لها معنى، قال لي يا عدلي بس اهدى عشان تتعلم الصح، لكن يلا يا جماعة نبلطها، إذا كان تنس طاولة محتاجاها خلاص الأمر أصبح واقع. فده فهم عالي جدا. ايوه. وفي يعني حكمه في القياده. انا كنت يعني كان ممكن جدا اتعاقب يعني. ايوه. ثم دخلت من منظور المعارض، كان الكابتن صالح في انتخاباته في 76 ضد الفريق مرتجي. ايوه. وكنت انا في قائمه الكابتن صالح، مش كده وبس، انا كنت ماسك الملف الاعلامي بتاع الحمله. انا اللي ماسك الميكروفون وانا اللي بعمل الندوه وانا اللي بقدم الكابتن صالح وانا اللي بوجه الاسئله للفريق مرتجي، يعني اسئله بقى طبعا كلها ايه يعني خربشة. شغل، لا شغل انتخابات. ايوه. لكن ما ان دخلت راجل قياده اب ما شافش مني غير كل تعاون، ما شفتش منه غير كل فهم واحتواء واحترام، لدرجه انه في يوم ما قال لاحد اعضاء المجلس عدل اللي كنا خايفين منه الراجل ملتزم وانت اللي مش ملتزم. فكان في نوع من القياده العادله يعني داخل المجلس. خلصت الدوره، قلت له بستاذنكم انا مع الكابتن صالح تاني، ورحت واقف في خندق كابتن صالح في الانتخابات اللي بعديها اللي نجح الكابتن صالح فيها. ولم تغب البسمه عن وجهه عند لقائنا، ما فيش غصه في اي حاجه، لا هو الاستاذ كمال حافظ رحمه الله على الجميع، ايه النادي الجميل ده؟ ايه المناخ بقى اللي كنا عايشينه ده؟ كيف نستحضر هذه الاحداث والعلاقات ونحافظ عليها ونتشبث بها؟ حبوا الاهلي كما وجدناه ووجدتموه، هذه نصيحتي الغاليه لكل من يحب النادي الاهلي.